سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه سويا كتاب منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين لحجة الإسلام الغزالي عليه رحمة الله تعالى. كنا بدأنا في المرة السابقة في مقدمة الكتاب التي يستعرض فيها الشيخ طريقته في هذا الكتاب، والتي علمنا من خلالها أن هذا الكتاب رتب ترتيبا فريدا، وضع فيه الشيخ تقريبا خلاصة ما وضعه في كتابه إحياء علوم الدين، لكن بترتيب مألوف، بترتيب يقرب المعاني إلى من يقرأ هذا الكتاب. الشيخ اعتبر أن الوصول إلى جنة رب العالمين يحتاج إلى سلوك طريق، هذا الطريق سيقابل فيه العبد عقبات، على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فسيقابل العبد في طريقه عددا من العقبات. قال الشيخ: إنها عقبة العلم، وعقبة التوبة، وعقبة العوائق التي حصرها الشيخ في أربعة، وهي الدنيا والناس والشيطان والنفس، ثم عقبة العوارض، ثم عقبة البواعث التي تدفع الشخص للاستمرار في هذا الطريق، وتحدث فيها عن مقامي الخوف والرجاء، ثم العقبة السادسة عقبة القوادح التي تحدث فيها عن الأمور التي تقدح في الأعمال زي الرياء والعجب والكبر، ثم العقبة السابعة عقبة الحمد والشكر. استعرض الشيخ رحمه الله بعض هذه الأمور بإجمال، ثم قال: فلما فرغ من قطعها اللي هي عقبة العوائق، رجع إلى قصد العبادة، فإذا عورض تعترضه فتشغله عن الإقبال. فإذا عوارض تعترضه فتشغله عن الإقبال. يبقى هو العبد بعد ما تخطى عقبة العلم وعقبة التوبة، وافترضنا أنه يعني تخطى عقبة العوائق من النفس والناس والدنيا والشيطان، إذا افترضنا أنه قطع هذا كله، فإذا مجموعة من الشواغل التي لن تجعله متوجه تماما لتحقيق المراد، فلا بد من التعامل الجيد مع هذه الشواغل حتى يستطيع الإنسان أنه يكمل طريقه دون أن تكون هذه الشواغل معطلة له. زي بالضبط أنت ما تكون مسافر في سفر وشايل شنطة على كتفك، شايل شنطة على كتفك، هي الشنطة على كتفك دي لابد منها، مش تستغنى عنها، لأن فيها أكلك، فيها شربك، فيها لبسك، فيها كذا، فوجودها مهم. وفي نفس الوقت الانشغال بها، الانشغال بالشنطة، إنك عمال كل شوية تبص على الشنطة ومهتم بالشنطة وعايز تزود الشنطة، أبص تلاقي إيه اللي بيحصل؟ أبص تلاقي إنك تتعطل وتنشغل. المقصود هو قطع الطريق، والشنطة اللي فيها المؤونة بتاعتك دي معين حتى تقطع الطريق، لأنك مش هتعيش في الطريق طول عمرك، فلا بد من التركيز في ماذا؟ في القطع، في قطع الطريق. طيب، فهو أبو حمد الغزالي بيقول إن الأمر يشبه هذا، وهو إنك إذا خطيت العقبة الثالثة لعقبة العوائق، هتبص قدامك مجموعة من الشواغل التي تشغلك عن الإقبال على المقصود. قال: وتصده عن التفرغ لذلك كما ينبغي. هيبقى فيه تعطيل إذا انشغلنا بهذه الأمور دون أن نحسن التعامل معها. فتأمل فإذا هي أربعة: الأول الرزق. الرزق يعني أنت لما نقول لك لابد أن تقبل على ربك سبحانه وتعالى، هل المطلوب أن الواحد يقعد من غير ما يشتغل؟
هل الصورة المثالية هي إن الواحد يجلس في المسجد ويتلقى حسنات الناس مثلا، ما يشتغلش خالص ويبقى قاعد طول الوقت يصلي ويصوم ويذكر ويقرأ، هل دي الصورة المثالية؟ الإجابة قطعا لا، الإجابة قطعا لا. السير إلى الله سبحانه وتعالى يا إخواننا لازم تبقوا عارفين إنه سير قلبي، سير قلبي، بمعنى إنك في حياتك ستتحرك ببدنك كما يتحرك سائر الناس، لكن قلبك متعلق بالله سبحانه وتعالى وحده، وتذهب إلى الرزق وطلبه كما يذهب سائر الناس، لكن القلب مع الله لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى. قال الأول: الرزق تطالبه النفس به وتقول لا بد لي من رزق وقوام، وقد تجردت عن الدنيا وتفردت أيضا عن الخلق، فمن أين يكون قوامي ورزقي؟ يبقى النفس هتشغل بماذا؟ مسألة الرزق. الشيخ طبعا هنا في المقدمة بيستعرض، لكن كيف سنتعامل مع الرزق؟ هيقولوا بقى في الكتاب لما يجي. والثاني: الأخطار من كل شيء يخافه أو يرجوه أو يريده أو يكرهه ولا يدري صلاحه في ذلك أو فساده، فإن عواقب الأمور مبهمة فيشتغل قلبه بها فإنه ربما يقع في فساد أو مهلك. هي الفكرة هنا فينا يا جماعة، الفكرة هنا إنه طالما كان السير إلى الله سبحانه وتعالى بالقلب، هذا القلب ينبغي ألا يزاحمه شيء مما يعطل. فأنت هبص تلاقي في حاجات عايزة بالعافية تدخل قلب وتقعد في هذا القلب وتشغلك وتأخذك عن المراد، التفكير في الرزق هعمل ايه وهروح فين وكذا وكذا، هيشغل الانسان. الاخطار اللي انت ممكن تتعرض ليها، فلان اللي بيكد لي، جيراني اللي بيعملوا لي، اصحابي اللي قالوا عليا، الشغل ومديري واللي بيعمله، او الحاجات اللي واحد بيرجوها، تخطيط للمستقبل، الاولاد مستقبلهم، المدارس، البنك، مش عارف البيت، العربيه، كذا. فكل دي امور ماذا؟ تاخذ القلب، تاخذ القلب. إذن اول حاجه هتلاقيها في العوارض التي تشغل القلب في طريقه الى الله سبحانه وتعالى الرزق. ابص تلاقيه واخد منك مساحه كبيره جدا في التفكير، وانت الحقيقه راس مالك هو وقتك، راس مالك هو هذا الوقت. فانت اذا صرفت وقتك في التفكير في امر الرزق وانشغل قلبك بهذا، انشغل قلبك، ما بقولش انك ما تسعاش للرزق، لكن بيقول انشغل قلبك وحملت همه وصرت تفكر في 24 ساعه بحيث مش قادر تصلي ولا تعمل حاجه خالص، يبقى في مشكله لازم نحلها مع بعض. اذا الرزق ده عارض من العوارض التي تشغل. الخوف او الرجاء، الخوف او الرجاء من الاخطار المختلفه، او ان الواحد يتوقع حاجات ومستنيها ومعطل نفسه عليها. ها طب لما ما هو الناس كلها تبص تلاقي الدنيا عمرها بيتسرسب من بين ايديها بهذا الشكل. الواحد نقول له انت لماذا لا تقبل على الله سبحانه وتعالى وتبدا بقى كده في طريقك مع الله؟ يقول لك اصلا مشغول بالدراسه، ان شاء الله اول ما اتخرج هبقى ان شاء الله بقى ابدا بقى. لما يتخرج يقول لك طب بس لما اشتغل، لانه لازم الواحد بقى يشتغل يعني. لما يشتغل يقول لك طب لما اتجوز، ما لازم اتجوز وبعد كده بقى خلاص استريح وايه وابدا بقى ايه اطلب العلم او احفظ قران او اقبل على الله او اهتم باخرتي او كده. بعد ما سيادته يتجوز او سيادتها تتجوز، تبص تلاقي بقى الجواز ما جاش بقى زي ما انت كنت مفكر، لا ده الجواز جالك بايه بهمومه ومسؤولياته، فبقى عندك عيال وبقى عندك اولاد وبقى عندك مصاريف وبقى عندك مدارس، والعيال بيكبروا وهمومهم بتكبر، فبص تلاقي نفسك مع الوقت عمال تسوف. طب لما العيال يخلصوا بس يكبروا سنة، طب لما العيال يخلصوا الثانوية العامة، طب لما العيال بقى يتخرجوا، طب لما العيال اطمن على مستقبلهم واجوزهم، تبص تلاقي حضرتك عمرك اتسرسد من بين ايديك، ويا عيني انت ما بقتش قادر حتى تقف تصلي، ما بقاش عندك قوة انك تقعد على المصحف نص ساعة لان ظهرك يا عيني بيوجعك. خلاص ما الديسك بقى امراض الشيخوخة بقى، ما انت بتتكلم في حد فوق ال 55 دلوقتي عشان يعمل كل ده، فوق ال 55 ما بقاش حاجه خالص من العمر. ده على فرض ان الواحد هيبدا خلاص بقى هيبقى سهل عليه بعد ده كله انه يبدا،
وهيكون صعب جدا برضو يبدأ في هذه الفترة. فلا يا أخوانا، إياكم إن الدنيا تتسرسب أو إن عمركم يتسرسب من بين إيديكم بهذا الشكل. الموت مش هيستنى لما أولادك يتخرجوا، الموت مش هيستنى لما أنت تتجوز أو أنت تتجوزي، الموت مش هيستنى. فإذا كان الواحد هيبدأ فيبدأ الآن، لأن الموت قد يأتي الآن. فإذا كل دي اللي هي الأمور التي يرجوها الإنسان، يرجو حصولها أو يخاف من حصولها، كل دي إيه؟ عوارض تشغل القلب. وبالتالي لما تيجي تقول لواحد حتى اقرأ قرآن أو اذكر الله أو صلي أو اعمل، حتى الحاجات دي يعملها وهو قلبه مش معاه، القلب مليان مزدحم، فاهمين؟ قال والثالث الشدائد والمصائب تنصب عليه من كل جانب، لا سيما وقد انتصب لمخالفة الخلق ومحاربة الشيطان ومضادة النفس. فكم من غصة يتجرعها، وكم من شدة تستقبله، وكم من هم وحزن يعترضه، وكم من مصيبة تتلقاه. أهو بقى ده كلام في غاية الأهمية، لأنه بيهدم عندنا أوهام. الناس مفكرة إن الواحد إذا أقبل على الله سبحانه وتعالى وبدأ بقى يصلي ويلتزم ويبدأ بقى كده يحضر حبة دروس ويبدأ كده يحفظ حبة قرآن ويبدأ يبقى إنسان مؤمن بيعمل الآخرة، مفكر حضرته إن الدنيا هتتفتح له، أو هي مفكرة إن الدنيا هتتفتح لها، فيبدأ بقى إيه، أموري تستقر وشغلي يستقر وهترقى في شغلي والدنيا بقى تبقى مزهزهة معايا. نعم قد يحدث هذا، قد يحدث، لكنه لا يلزم ولا يجب ومش دايما، بل الغالب هو انه يحصل العكس. الغالب ان حضرتك اللي بيحصل انك لما بتبدأ تسلك طريق الآخرة هتبص تلاقيك كأن بالضبط ايه، بلاعة اعزكم الله، يعني كانت مكتومة وانت فتحت الغطاء. يعني انت وانت مشغول بالدنيا عمال تخرج من مسلسل على فيلم على فيسبوك على مش عارف ايه، وما انتش دريان بحاجة، فانت ايه، امراضك ومصايبك مدارية محدش حاسس بيها لحد ما السكينة تسرقك وفجأة تلاقي نفسك في القبر، فانت مش حاسس بحاجة زي المتخدر بالظبط. لما بقى تقول انا والله لازم اعالج الجرح، فهتعمل ايه بقى؟ لازم هتفتح، انت عندك جرح لازم تفتحه عشان تفضي الحاجات اللي فيه، فهتشوف حاجات ما لا عين رأت، هتظهر لك حاجات كانت مدارية. فانت فتحت غطى البلاع عزكم الله، هتفاجأ بقى انك اعلنت محاربة الشيطان. يعني الشيطان بعد ما كان مطمن عليك، مطمن على مستقبلك وبعت لك صبي من صبيانه، فانت لما بتبدأ تسلك لا هيركز معاك وهيجيلك 10 من صبيان، واحتمال يجيلك بنفسه شخصيا ويتابع حالتك شخصيا علشان يقولك شوف انت كنت اول كويس. نفسك هتبص تلاقي نفسك ما بتطوعكش، والامور اللي كنت بتعملها قبل كده عادي بقت اتقل من الاول. ما هو انت اعلنت الحرب. يعني انت تخيل كده دولتين عايشين جنب بعض وهم لا في حالة سلم ولا في حالة حرب، فإيه كل الناس كافية خيرها شرها وكل واحد في حاله، لا حبايب ولا أعداء. جيت أنت قلت إيه، إن إحنا هنحارب الناس دي، فإيه اللي هيحصل؟ توقع بقى اللي يحصل، أي حاجة، إن هم يهاجموك الأول، يبعتوا لك جواسيس، يفجروا في بلدك، يعملوا اللي يعملوا بقى، ما هو أنت اللي قلت إنك أعلنت الحرب. فالإنسان إذا سلك طريق الله سبحانه وتعالى فكأنه أعلن الحرب على النفس وعلى الشيطان وعلى الدنيا والناس دي كلها، والحاجات دي كلها مش عايزة تخسرك، ده انت مكسب بالنسبة لها. فهتبص تلاقوا يا اخوانا الامور بتتصعب عليك اكتر ونفسك بتحاربك اكتر، وبتشوف في نفسك صورة ما كنت تتخيلها عن نفسك. غالب الناس اللي ما يعرفوش انفسهم مطمئنين الحمد لله، يقولك انا ما شاء الله عليا ما سبتش فرض من الاعدادي وحافظ القرآن، يجي بقى سيادته كده يبدأ يعني ايه يخرج بقى من الهيصة دي والمنظرة دي، ويبدأ بقى ايه يبقى فيه صدق وتوجه الى الله سبحانه وتعالى وسلوك حقيقي
وتربية حقيقية، يبدأ يكتشف إنه مرائي، يكتشف إنه عنده عجب، يكتشف إنه متكبر، يكتشف إنه حقود، يكتشف إيه ده؟ إيه ده؟ ده أنا حياتي اللي قبل كده كانت أحسن من كده، ما كنتش بلوم نفسي اللوم ده. فلذلك لما بتنوي إنك تمشي، المصائب والشدائد تبدأ تنصب عليك من كل جانب. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الأمثل فالأمثل، يعني كلما علت المرتبة كلما زاد البلاء. شوفوا بعكس الخطاب اللي الناس بيروجوا له، اللي هم الإخوة اللي اسمهم الدعاة دولت، اللي هم بيحاولوا يعني يخدعوا الناس ويقولهم إنه والله ده أنت إذا عرفت طريق ربنا هتبقى سعيد، وهتبقى يا سلام على الحلاوة، وهتجيب الفيلا اللي نفسك فيها وكده. الخطاب ده يا أخوانا خطاب مخادع وغير حقيقي، وغير حقيقي. نعم قد يمن الله سبحانه وتعالى على عباده بما يشاء، لكن ده مش واجب على الله، بل اللي بيحصل دايما هو العكس. ليه؟ لأن الدنيا ببساطة مش للمؤمنين، والآخرة عند ربك للمتقين، والآخرة عند ربك للمتقين. فأنت ما تأملش قوي في الدنيا، ما تأملش قوي في الدنيا، اعرف ان الدنيا دي مش بتاعتك، فما تنتظرش منها ان الأمور تبقى مستقيمة وفي راحة ورغد من العيش، لا، توقع العكس، توقع العكس. ليه؟ لأنه أنت عبد للآخرة، عبد للآخرة. وقد يمن الله عليك بالحسنيين، لا بأس، لكن اعرف انه القاعدة المستمرة هي انه الدنيا دار بلاء، وان المؤمن اذا نوى السير في طريق الله سبحانه وتعالى فليتحمل ما يأتيه من عند الله سبحانه وتعالى رفحة في الدرجات او تمحيصا للسيئات حتى يرجع الى ربه سبحانه وتعالى وهو نقي نظيف. فبيقول إن الثالث من العوارض الشدائد والمصائب تنصب عليه من كل جانب، لا سيما وقد انتصب لمخالفة الخلق. يعني أنت قبل كده كنت بتخرج مع أصحابك وتقعد على الكافي شوب ودمك خفيف، ولما يغتابوا تغتاب، ولما ينموا تنم، ولما يبصوا على البنت اللي معديه تبص عادي. بعد كده بقيت حضرتك بقى دمك تقيل، عم الشيخ قاعد معاهم أو ست الشيخة قاعدة معاهم، فأنت الناس مش هتمشي على هواهم، هيحاربوك، هيغلسوا عليك، هيسخفوا عليك، وهكذا. فكم من غصة يتجرعها، وكم شدة تستقبله، وكم من هم وحزن وحزن يعترضه، وكم من مصيبة تتلقى. دي كلها عوارض. الحكاية بقى هنا ايه؟ مش ان احنا نقول لك ان انت هيحصل لك مصائب، لا 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 لا، يعني دي مفروغ منها، يعني الكلام مش في كده خالص. الكلام في انه ماذا بعد حصول هذه الشدائد والمصائب، ازاي هتتعامل معها، ده الكلام. بحيث لا تشغلك هذه المصائب وهذه الشدائد التي ستقع لا تشغلك عن السير. لا، انت مكمل، مش هيوقفني حاجة. فانت لازم ايه؟ تعرف كيف تتعامل مع الشدائد ومع المصائب. فالشيخ يقول لنا هذا الكلام في هذا الكتاب. الرابع من العوارض أنواع القضاء من الله سبحانه وتعالى بالحلو والمر، ترد عليه حالا فحالا، والنفس تسارع إلى السخط وتبادر إلى الفتنة، فاستقبلته ها هنا عقبة العوارض الأربعة، فاحتاج إلى قطعها بأربعة أشياء. إذن العوارض التي ذكرها الشيخ هنا أربعة: الرزق، الأخطار من كل شيء يخافه أو يرجوه، الشدائد والمصائب التي تأتيه من الخلق أو الشيطان أو النفس، ثم ما يجريه الله عز وجل بعد ذلك من إنعام أو من ابتلاء. يعني أنت ما تفكرش أنه لو ربنا سبحانه وتعالى عطاك ومن عليك وعطاك ما تتمنى أن كده أنت لا هتبص تلاقي هذه النعم عوارض. فأنت لازم مع المنعم مش مع النعم، يعني النعم عوارض. ممكن واحد ينشغل بالنعم وخلاص ما يكملش الطريق، ولك يا سلام أنا الحمد لله عبدت الله واستقمت على طريق الله، ففتح الله علي الدنيا، شركتي بقت تكسب، أولادي الحمد لله آخر حلاوة، فلوسي بتزيد. فالواحد إيه؟ وقف هنا خلاص، هو وقف عند الدرجة دي،
الشيخ عايز يقولك لا، العوارض منها ما هو حلو ومنها ما هو مر، فأنت لا تجعل هذه النعم ولا تجعل هذه الابتلاءات شاغلة ولا معطلة عن إكمال السير في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى. فالشيخ يقول فاحتاج إلى قطعها بأربعة أشياء: التوكل على الله سبحانه وتعالى في مواضع الرزق، والتفويض إليه في مواضع الخطر، والصبر عند نزول الشدائد، والرضا عند نزول القضاء. فأخذ في قطع هذه العقبة بإذن الله تعالى وتسديده وحسن تأييده. فلما فرغ من قطعها وعاد إلى قصد العبادة نظر، فإذا النفس فاترة كسلى لا تنشط ولا تنبعث لخير كما يحق وينبغي، وإنما ميلها أبدا إلى غفلة ودعة وراحة وبطالة أو وبطالة، بل إلى شر وفضول وبلية وجهالة. فاحتاج معها هنا إلى سائق يسوقها إلى الخير والطاعة وينشطها له. هيتكلم هنا عن إيه؟ عقبة الإيه؟ البواعث. يعني حضرتك الآن هنفترض فيك إنك تعلمت وتبت وتخطيت العوائق ولم تعترضك العوارض، والحمد لله أنت الآن خلاص مستعد للسير في الطريق. أبص تلاقي نفسك بتميل للكسل، مش بتاخد نفسك بالجد. فماذا نفعل حتى نخرج من حالة الفتور وحالة الكسل وحالة الدعاء والراحة إلى أخذ النفس بالتشمير والجد وعلو الهمة؟ فيحتاج الإنسان إلى باعث وزاجر. فاحتاج معها ها هنا إلى سائق يسوقه إلى الخير والطاعة وينشطها له. احتاج أنت منشطات، وزاجر يزجرها عن الشر والمعصية. محتاج إيه؟ سياج يحميك من الرجوع والوقوع في المعاصي ويفترها عنه، وهما الرجاء والخوف. فلازم الواحد بعد ما يتخطى العوارض يبقى قلبه ممتلئ بماذا؟ ممتلئ بالرجاء والخوف. فالرجاء في عظيم ثواب الله سبحانه وحسن ما وعد من أنواع الكرامة وتذكر ذلك، سائق يسوقها فيبعثها على الطاعة ويحركها لذلك وينشطها. لما تيجي حضرتك كده تقارن بين ما عندك من نعم في الدنيا، النعم دي ما أنت مشغول بيها، و يعني ما أعطاك الله سبحانه وتعالى، ثم ما أعده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في الآخرة، ده يخليك تخرج من حالة الدعاء والراحة والكسل. والخوف من أليم عقاب الله عز وجل وصعوبة ما أوعد من أنواع العقوبة والإهانة زاجر يزجرها عن المعصية. كلما العبد أقبل على معصية تذكر عقاب الله سبحانه وتعالى وحساب الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا راجعا له عن ارتكاب هذه المعصية. قال ويجنبها ويفترها عن ذلك. فهذه عقبة البواعث استقبلته ها هنا، فاحتاج إلى قطعها بهذين الذكرين، بهذين الذكرين اللي هم الخوف والرجاء. فأخذ فيها بحسن توفيق الله عز وجل فقطعها. فلما فرغ منها رجع إلى الإقبال على العبادة، فلم ير عائقا ولا شاغلا، ووجد باعثا وداعيا، فنشط في العبادة فأقامها وعانقها بتمام الشوق والرغبة فأدامها. يعني كده خلاص وصلنا؟ كل الناس تقول لك خلاص وصلنا الحمد لله. لا لسه ما وصلناش ولا حاجة. إيه اللي هيحصل على فرض أن الواحد تخطى هذه العقبات جميعا؟ أبص تلاقي حضرتك بعد ما تقبل العبادة وتنشط العبادة وبقى خلاص عندك الباعث وعندك الزاجر الذي يزجرك عن المعصية، أبص تلاقي حضرتك تعلقت ونظرت وضخمت من طاعتك، قلت يا سلام ده نقطعت يعني حاجة مهمة أوي، ده نقطعت مش سهل، عملت كل ده الحمد لله. فهبص تلاقي بقى عندك الرياء، بقى عندك العجب. يقول لك فنشط في العبادة فأقامها وعانقها بتمام الشوق والرغبة فأدامها.
فنظر، فإذا تبدو لهذه العبادة التي احتمل فيها كل ذلك آفتان عظيمتان، هما الرياء والعجب. تارة يرائي بطاعته الناس فيفسدها، فهو إيه؟ منتظر مدح الناس، منتظر مقابل هذه العبادة الناس يقدمون أنواع الاحترامات والسلامات والتعظيمات المختلفة، أو محتاج، أو هو يعني يحدث نفسه أنه يرى ذلك في أعين الناس، هو عايز يشوف في عين الناس اللي احترامه التبجيل لأنه أكثر منهم طاعة. تارة يرائي بطاعته الناس فيفسدها، وأخرى يمتنع عن ذلك ويلوم نفسه فيها فيعجب بنفسه. يعني هو يقول لك لا، المؤمن لا يفعل ذلك، المؤمن يخلص في عمله لله ويقول يا سلام الحمد لله أن ربنا هداني لهذا، فبرضه يقع في إيه؟ يقع في العجب، يعجب بنفسه فينسب هذا المقام أو ينسب هذه الحالة لنفسه لا لله سبحانه وتعالى. فيعجب بنفسه إن سلام الحمد لله من المخلصين الذين لا ينتظرون مدح الناس، فيعجب بنفسه فيحبط العبادة عليه ويخلفها ويفسدها. فاستقبلته ها هنا عقبة القوادح، فاحتاج إلى قطعها بالإخلاص. الرياء يداوى بماذا؟ بالإخلاص، عمل العمل لأجل الناس أو خوف مذمة الناس يقابل بعمل العمل لله سبحانه وتعالى وحده بإخلاص وذكر من الناس ونحوها ليسلم له ما يعمل من خير. ذكر المنة يعني نسبة الفضل إلى الله سبحانه وتعالى في الأعمال لا للنفس، ليسلم له ما يعمل من خير. فأخذ في قطع هذه العقبة بإذن الله سبحانه وتعالى بجد واحتياط وتيقظ بحسن عصمة الجبار تعالى وتأييده. وصل كده؟ وصل. فلما فرغ من هذه كلها حصلت له العبادة كما يحق وينبغي وسلمت من كل آفة، ولكنه نظر فإذا هو غريق في بحور منن الله تعالى وأياديه من كثرة ما أنعم الله عليه من إمداد التوفيق والعصمة. لما الواحد يوصل لهذه المرحلة يا أخوانا هيلاقي نفسه غريق. غريق في إيه؟ في النعم التي أعظمها إن وصل لهذا المقام وتخطى هذه العقبات ونجح مع نفسه ونجح مع الشيطان ولم يؤثر فيه الناس وسلم من عقبة من عوارض الرزق والابتلاءات وسلم من قوادح الرياء والعجب وفي هاي نفسه يا سلام حاجة. يعني إذا النعم العظيمة التي أنعم الله بها علي دي. خذوا بالكم الشيخ هنا عبر بكلمة العصمة، والعصمة معناها الحماية. الحماية العصمة لا تكون إلا للأنبياء، وقد تطلق العصمة على غير الأنبياء من باب المجاز ويراد بها الحفظ، إن ربنا حفظك وحماك، حفظك وحماك من أنك تقع في هذه المطبات كلها. طيب يبقى إذن ما أنعم الله عليه من التوفيق والعصمة وأنواع التأييد والحراسة وخاف أن يكون منه إغفال للشكر فيقع في الكفر. العبد لما بيشهد المنة يبقى عايز بقى يعمل إيه؟ يؤدي حق الله سبحانه وتعالى في هذه النعم الكثيرة التي يراها ويشهدها وتذوقها، فيبقى لابد من عبادة الشكر، فيخاف إنه ما يؤديش عبادة الشكر فيقع في الكفران فينحط عن تلك المرتبة الرفيعة التي هي مرتبة الخدم المخلصين لله عز وجل. إذا نسي الشكر تنحط مرتبته وتزول عنه تلك النعم الكريمة من ضروب ألطاف الله تعالى وحسن تأييده ونظره إليه. فاستقبلته ها هنا عقبة الحمد والشكر، فأخذ في قطعها بما أمكنه من كثرة الحمد والشكر على كثير نعمه. وصل كده؟ فلما فرغ من قطع هذه العقبة ونزل نظر فإذا هو بمقصوده ومبتغاه بين يديه فلم يسر إلا قليلا
حتى وقع في سهل الفضل وصحراء الشوق وعرصات المحبة. يعني لما الواحد يقطع العقبات دي كلها يبدأ يصح له أن يقول أنا أحب ربي. ساعتها تبقى كلمة الحب دي كلمة مليانة تجارب، مليانة معاني، مليانة دلالات، مش كلام فارغ. مش أنا أحب الله والواحد مع أول تحويدة بيحود. طيب إذن عند الوصول لهذه تعرف إيه يعني حب الله، يعني الأنس بالله، يعني إيه رضوان الله، يعني إيه رضي الله عنهم ورضوا عنه. تبدأ كده الواحد يعني يشعر بمعاني هذه الألفاظ اللي الناس كتير بيرددوها وهم ما ذاقوا منها شيئا. فلم يسر إلا قليلا حتى وقع في سهل الفضل وصحراء الشوق وعرصات المحبة، ثم يقع في رياض العرفان والرضوان وبساتين الأنس إلى بساط الانبساط ومرتبة التقريب ومجلس المناجاة ونيل الخلع والكرامات. في هذه المرتبة قد تقع على يد العبد الكرامات التي هي خوارق للعادات، وكونه يستمر على هذه المرتبة وعلى هذا المقام ده في حد ذاته كرامة. عشان كده قالوا الاستقامة أعظم كرامة، إنك تبقى غير كل الناس اللي حواليك، لا دنيا بتشغلك ولا أولاد ولا زوجة ولا مال ولا وظائف ولا نفس ولا شيطان بيغويك، ولا أنت مهتم بمسألة الرزق ما بيشغلش بالك قوي، مسألة البلاءات والنعم دي ما بتشغلكش عن الله، محطوطة في مكانها الصحيح. إنك بتحاول تكون مخلص وغير معجب بعملك وبتجاهد نفسك على هذا، فإنت في دنيا ثانية. فإنت كونك تبقى في هذا الوضع و99% من الناس اللي حواليك لا يخطر لهم هذا الأمر على باب، دي كرامة. دي كرامة، الاستقامة أعظم كرامة، إنك تبقى غير كل الناس دي كرامة. دي كرامة. وقد تكون الكرامة ببعض الأمور الحسية اللي احنا بنسمع عنها بقى اللي بيحصل لإيه للأولياء والصالحين ونحو ذلك. قال فهو يتنعم في هذه الحالات ويتقلب في طيبها أيام بقائه وبقية عمره بشخص في الدنيا وقلب في العقبة. يعني هو مع الناس، إذا الواحد وصل بقى لهذه الدرجة هو مع الناس ببدنه بس، القلب مش في الدنيا أبدا، القلب في الآخرة مش مع الناس. عشان كده هتلاقي أهل الله اللي بيوصلوا لهذه المقامات قلما يحبون الالتقاء بالخلق. هو خلاص الواحد منهم تبقى سعادته في الخلوة بربه سبحانه وتعالى، شوقه سعادته فرحه بهذه اللحظات التي يجلس فيها بين يدي مولاه عز وجل. فهو يتنعم في هذه الحالات ويتقلب في طيبها أيام بقائه وبقية عمره بشخص في الدنيا وقلب في العقبة، ينتظر البريد يوما فيوما وساعة فساعة. البريد الموت، وخلاص ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. ولولا أن الله حرم الانتحار لكان الناس اللي وصلوا لهذه المرحلة ينتحروا. خلاص الدنيا بيشوفوا على حقيقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الروايات في رحلة الإسراء والمعراج رأى الدنيا، الدنيا تجسدت للنبي صلى الله عليه وسلم فرأها على حقيقتها، امرأة عجوز قبيحة المنظر. دي حقيقة الدنيا، أهي المرأة العجوز قبيحة المنظر دي الناس كلهم شايفينها فتاة حسناء غناء ممشوقة القوام، شعرها أصفر وعينها خضر، يعني زي ما الناس ما بتقول يعني ده دي مقاييس. فتخيلوا طيب ازاي الواحد بقى يشوف الدنيا دي على حقيقتها بحيث يبقى خلاص مش طايقها. لما يسلك بقى هذه العقبات جميعا يشوفها على حقيقتها، رفعت الحجب فرأى الدنيا على حقيقتها، فبقى لا يفرح بحاجة ولا يزعل بحاجة ولا مقبل على حاجة، خلاص إقباله على الله، ينتظر الموت في كل ساعة، وأفضل لحظاته هي اللحظة التي يأتيه فيها ملك الموت. عشان كده احنا قلنا لحضراتكم قبل ذلك انه فكرة الموت المرعب
هذه الفكرة التي يصدرها بعض الناس للناس أو بعض المتحدثين للناس فكرة مبتورة وفكرة خاطئة، أو هي الحقيقة نصف الحقيقة ونصف الحقيقة كذب. الموت نعم مرعب لأنه حاجة جديدة الواحد مقبل عليها ولا يدري ما الله فاعل به، لكن في الوقت نفسه الموت بالنسبة للمؤمنين اللي تعبوا في الدنيا هو بوابة الراحة ونهاية الرحلة وبداية السعادة. فالموت يعني حبيب جاء على فاقة زي ما بيقول، حبيب ينتظر، ما من غائب ينتظره المؤمن حب إليه من الموت. الموت مش مرعب ولا حاجة إلا لمن قصر، زي بالضبط كده الطالب اللي ما ذاكرش اتقال له عندك امتحان دلوقتي، لكن الطالب المستعد عادي. طيب، ينتظر البريد يوما فيوما وساعة فساعة حتى يمل الخلق كلهم. خلاص مش عايز يقعد مع حد، أنسه بالله. تعالوا بقى نقيس الحالة دي كده على الحالة المنتشرة الآن، إن كل فكرة بتفط في دماغي عايز أكتبها على الفيسبوك أو عايز أشارك فيها أصحابي وصحباتي، ده يدل على إيه ده يا أخوانا؟ يعني إذا كان نهاية الرحلة يعني الصورة المضيئة الجميلة بعد قطع هذه العقبات كلها إن الواحد يبقى بيمل من الخلق، فلا شك إن الصورة المقابلة المظلمة إن الواحد يبقى بيستمد طاقته وعايز يشارك الناس في أنفاسه زي ما بيحصل الآن، ده معناه إنه إنسان غافل، إنسان تايه، مش عارف هو عايز إيه ولا بيعمل إيه حتى. ينتظر البريد يوما فيوما وساعة فساعة حتى يمل الخلق كلهم. خلاص مش عايز ده يقعد مع حد، ولا بقى يستمتع بجلسات، ولا بقى يستمتع بأعداد ولا خروجات ولا ولا ولا، ويستقذر الدنيا ويحن إلى الموت، يشتاق للموت. طيب، واستكمل الشوق إلى الملأ الأعلى فإذا هو برسل رب العالمين إليه يريدون عليه بالروح والريحان والبشرى والرضوان من عند رب راض غير غضب. لما هذا المؤمن يصل لهذه المرحلة تأتيه ملائكة الموت على شوق فيقولون لروحه الطيبة اخرجي اخرجي بالبشرى والرضوان إلى رب راض غير غضبان، فينقلونه في طيبة نفس وتمام البشر والأنس من هذه الدار الفانية المفتنة إلى الحضرة الإلهية ومستقر رياض الجنة، فيرى لنفسه الضعيفة الفقيرة نعيما مقيما وملكا عظيما. هو سبحان الله ما هو الطينة التي كون نفسه بها في الدنيا والتي صار عليها هي طينة التواضع وطينة عدم رؤية الفضل لنفسه ونسبة الفضل إلى الله، فهو لما يشوف أدنى نعيم ربنا يدهوره يشعر أنه غير مستحق لهذا النعيم، هو ما عملش حاجة، يعني هو مش شايف حقيقة، مش تواضعا ولا تمثيل للتواضع، هو حقيقة يرى أنه لا فضل له فيما فعل، وبالتالي أي نعمة ربنا هيدهاله هي كتير قوي. فيرى نفسه الضعيفة الفقيرة نعيما مقيما وملكا عظيما، ويلقى هناك من سيده الرحيم المفضل الكريم جل ذكره من اللطف به والعطف والترحيب والتقريب والإنعام والإكرام ما لا يحيط به وصف الواصفين ونعت الناعتين، فهو في كل يوم في زيادة إلى أبد الآبدين، فيا لها من سعادة عظيمة. لما هذا العبد يذهب إلى ربه سبحانه وتعالى فهو ربنا كريم، واللي في جوار الكريم لا يضام، والله سبحانه وتعالى من أسمائه البديع، ومن إبداعه أنه بيعمل لعباده مفاجآت، فكل يوم في زيادة، كل يوم في جديد إلى أبد الآبدين، نعيم يزداد ولا ينقص أبدا، فيا لها من سعادة عظيمة، ويا لها من دولة عالية، ويا له من عبد مسعود وامرئ مغبوط وشأن محمود، فطوبى له وحسن مآب.
أنا أنصح حضراتكم اليوم إنكم تقرأوا حديث البراء بن عازب الذي أوله إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه، لأن هذا الحديث بيصف حالة المؤمن وبيصف حالة الكافر بالضبط من عند طلوع الروح حتى الحساب وحتى الجزاء وبالتفصيل. أنا عايز أجيب لكم الحديث عشان أحطه لكم أو أقول لكم مصدره على الأقل. حديث البراء بن عازب، الحديث موجود في الرابط دوت، أنا حطيت لكم الرابط الآن عشان تقرأوه وهتلاقوه تحت شوية. يعني هذا هو الرابط، ممكن حضراتكم تفتحوه، انزلوا تحت شوية حوالي مثلا كده صفحة ولا حاجة، بعد أيها المؤمنون هذا حديث طويل عظيم في الموت رأيتموها. أقرأوا هذا الحديث اليوم، ده تكليفنا اليوم، أقرأوا هذا الحديث وإن شاء الله تجدون فيه شيئا جميلا. طيب، ثم يقول: نسأل الله البر الرحيم سبحانه أن يمن علينا وعليكم بهذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة، وما ذلك على الله بعزيز، وألا يجعلنا من الذين لا نصيب لهم من هذا الأمر إلا وصف وسمع. دي مهمة أوي يا إخوانا، إن إحنا في هذا المجلس بعضنا هيحضر معنا شرح الكتاب وهيقول يا سلام ده أنا حضرت بقى مجلس في التزكية شرح كتاب منهاج العابدين، ولا حضرت لي مثلا 50-60 ما شاء الله كده درس في التزكية، فيخدعه الشيطان ويظن نفسه إنه إيه، إنه تزكى لأنه حضر مجالس أو دروس في التزكية، وهذا من خداع الشيطان. الكلام ده غير صحيح، التزكية لا تحصل بحضور مجالس التزكية يا أخواني، التزكية تحصل بالممارسة والفعل والتربية الحقيقية، هذه المجالس هي تزكية. فالشيخ هنا بيقول: وألا يجعلنا من الذين لا نصيب لهم من هذا الأمر إلا وصف السماع. الناس اللي هم يسمعوا وعجبهم الكلام بس وقعدوا يمصمصوا شفايفهم، ما في ناس كده يسمع ويمص شفايفهم، إلا وصف وسماع وعلم وتمن بلا انتفاع. يعني واحد عرف العقبات، عرف القوادح، عرف العلاجات، عرف كذا كذا، زي بالضبط ما يكون واحد راح للطبيب، الطبيب وصف له العلاج، كتب له الروشتة، عرف الدواء والحمد لله وكان الله بالسر عليم، لا راح الأجزخانة ولا جاب الدواء ولا التزم بأخذ الدواء ولا عمل حاجة خالص، وتمنن يا إن شاء الله نفسي والله يا سلام، والله كلام جميل اللي المشايخ بيقولوه أو اللي هنا بيتقال في المجلس، يا سلام إمتى بقى وكده، يعني واحد نفسه بإذن الله وكده، يبقى الواحد عمال كده إيه يتمنى. وعلم وتمن بلا انتفاع، وألا يجعل ما تعلمناه من العلم حجة علينا يوم القيامة، ويوفقنا جميعا للعمل بذلك والقيام به كما يحب ربنا ويرضى، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. فهذا هو الترتيب الذي ألهمني مولاي في طريق العبادة، ده الترتيب اللي وضعه الشيخ. فاعلم الآن أن الحاصلة من الجملة سبع عقبات: الأولى عقبة العلم، الثانية عقبة التوبة، الثالثة عقبة العوائق، الرابعة عقبة العوارض هي الشواغل يعني، الخامسة عقبة البواعث، السادسة عقبة القوادح. القوادح يعني الأمور التي تقدح في الأعمال فتبطلها. السابعة عقبة الحمد والشكر، وبتمامها يتم كتاب منهاج العابدين إلى الجنة، ونحن الآن نتتبع هذه العقبات بشرح موجز اللفظ مشتمل على النكت المقصودة من هذا الشأن، كل منها في باب مفرد إن شاء الله تعالى، والله سبحانه ولي التوفيق والتسديد بمنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إحنا كده الحمد لله خلصنا مقدمة الكتاب، وعرفنا بصورة إجمالية كيف سيسير هذا الكتاب، وما هي العقبات التي ينبغي أن نقطعها في طريقنا بصورة إجمالية إلى جنة رب العالمين،
يبدأ الشيخ الآن يتحدث عن هذه العقبات بصورة تفصيلية وكيفية تخطي كل عقبة من هذه العقبات. أستأذنكم نبدأ في هذه العقبات في المرة القادمة، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.